رح ننتقل معكم بالفقرة الطبية لموضوع يعني ما بعرف أنا من المواضيع اللي دائما بفكر فيها، هل إحنا مع أو ضد؟ دائما بنحكي إنه لما نرزق بمولود جديد الخلقة التامة نعمة كاملة، لكن في بعض الحالات لبعض الأسباب المجتمعية والأفكار في أشخاص بحبوا أو بفضلوا يحددوا جنس المولود، فرح نحكي شو الطرق الطبية الممكنة لهالموضوع مع الدكتورة وفاء محسن. صباح الخير دكتورة وفاء، استشارية أمراض نسائية وتوليد وعقم. كنا عم نحكي بالفاصل إنه قديش في ناس ممكن يقبلوا على هاي الخطوة، وفي أشخاص بيعتبروها أنه لا خلص، يعني مجرد أنه الصحة للطفل الجديد هي لحالها هاي نعمة تامة. شو الأسباب ممكن تخلي الزوجين يروحوا للطبيب ويحكوا له إحنا حابين نحدد جنس المولود؟ أول شيء صباح الخير على الجميع. هاي الفكرة بلشت عنا في عمان، وكل مالها عمالها ازداد الإقبال عليها لأكثر من سبب. أول إشي هي من باب الأخذ في الأسباب، فمشان هيك إحنا بنعتبرها إن شاء الله إنها حلال. نعم. الحمل مش مؤكد، حتى لو كانت السيدة منجبة دائما لكن مش شرط إنها تحمل من المحاولة، لكن هو من باب الأخذ في الأسباب. زي اللي بيكون عماله يدرس لامتحان، قد ينجح وقد يرسب وقد يجيب علامة عالية وقد ما يتوفق فيه. هلا أول إشي الاقتصاد الصعب اللي إحنا بنعاني منه، الإنسان بطل يقدر إنه يجيب 10 أطفال و12 طفل. رغبة الإنسان الطبيعية إنه يكون عنده ولد ويكون عنده بنت. مجتمعنا مجتمع ذكوري، بميل للذكور بشكل أكثر. فبتخيل إنه بالعكس هذا العلم إجا إنه مشان يساعد الناس إنهم يحققوا رغبتهم، بالذات إنه إحنا بدنا نتذكر إنه الدين الإسلامي هو دين يصلح لكل زمان ومكان، والأصل إنه فيه التحليل. ما دام إني أنا عارفة بيني وبين قلبي إنه إذا الله أراد أنا حملت، إذا الله ما أراد أنا ما حملت. فأنا من أكبر المؤيدين لعملية تحديد جنس المولود. هو بإذن الله ما رح يسوي أي اختلال، لأنه في النهاية هي إرادة الله. هلأ في عنا أكثر من طريقة بنقدر إن نساعد فيها الزوجين على تحديد جنس المولود. في عن طريق الحقن والغربلة، اللي هي في حال حدوث الحمل احتمالية إنه يكون ولد بتوصل 70-75%. 70% يعني بأي طرق؟ الحقن والغربلة. بالحقن والغربلة بالطريقتين 70%. بالضبط. إنك أنت تأخذ الحيوانات المنوية، تكوني ماشي الزوجة قبل هيك على حمية غذائية وتغربل الحيوان المنوي وتحقنيه، هاي احتمالية إنها تجيب فيها أنثى 25%، احتمالية إنها تجيب فيها ذكر 75%. وكلا الزوجين بيكونوا فاهمين هذا الحكي. في إشي اسمه أطفال أنابيب تحديد جنس، اللي هو بنستطيع ان نتمكن ان نفصل الاجنه خلينا ولد وبنت. هلا بيجي عندك زوج وزوجة بيحكوا لك حابين نفصل، هلا مش شرط بيطلبوا ولد، ممكن يطلبوا بنت، ممكن بحالات بعض الحالات القليله حليلاً. ايش بتكون عندهم الخيارات؟ ايش اول خيار؟ هلا عده عوامل بنطلع عليها. اول إشي بهمنا عمر الزوجه. كل ما بتكون أصغر كل ما بتكون فرصنا في تحصيل الحمل أعلى. كحمل أساساً إن نحصله، لأنه هن بيعتبروا إن أنا زوجتي منجبة معناته أنا الأصل إنها تحمل من أول محاولة. وهذا مش صحيح، هي إرادة الله طبعا. لكن عمرها كل ما بيكون أصغر كل ما بتكون فرصنا أحسن. عمر مبايضها، ودائما بنأكد انه في فرق بين عمر السيده وعمر المبايض. مشان هيك في سيدات بقدروا انهم ينجبوا على عمر ال 45، وفي سيدات تقطعهم الدوره على عمر ال 35. الشيء الثالث هو عدد البنات اللي موجودين عندهم في البيت. كل ما بيكون عدد الاناث اكثر كل ما بيكون مايلين احنا اكثر لاطفال الانابيب تحديد الجنس، لانه احتماليه فشل التلقيح مع الغربله اللي عنده في تحصيل الجنس المطلوب بتكون اعلى. عمليه التلقيح مع الغربله كيف بتتم بالضبط؟ هلا بدنا نتذكر التالي، انه ما عندنا طريقة علمية إن نفصل الحيوانات المنوية 100%، لكن عندنا طريقة يعني الفصل ما بيكون 100% بالغربلة. بالغربلة بغربلة الحيوان المنوي. لكن عندنا طريقة علمية إن نفصل الأجنة بشكل عالي جدا. مع الأخذ بالاعتبار إنه ممكن تكون في أخطاء بنسبة 1-2%. فمشان هيك فرضا واحد عنده بنوتة واحدة وحابب إنه يرفع فرصته إنه الله يكرمه بأخوه أو أخين للبنوتة، ننصحهم بحقن وغربلة، بنقول لهم ما في داعي إن نكون لدرجة أعلى من هيك، اللي هي أطفال الأنابيب تحديد الجنس. واحد عنده 3 بنات أو 4 بنات، واحد زوجته عمرها 35 سنة 37 سنة، ممكن يكون هذا آخر حمل إلها، واحد زوجته كل إنجابها قيصريات، بنميل أكثر لأطفال الأنابيب تحديد الجنس. طيب إحنا معنا أول فيديو، هاي أي طريقة هون؟ هاي هي أطفال الأنابيب تحديد الجنس، اللي هي بنستفيد منها مش بس إننا بنفحص مشان ولد وبنت، إحنا كمان بنفحص مشان سلامة الجنين. إحنا بدنا نكون متذكرين إنه على عمر فوق ال 35 بصير احتمالية حدوث تشوهات في الأجنة أعلى، وبالتالي فرضاً على سبيل المثال هاي اللي قدامنا صورة لبنت، جنين بنت، لكن هي بنت غير طبيعية تيرنر 45XO، ففرضاً هذا الجنين ما منرجعه. بالفحص بتحديد جنس المولود عن طريق أطفال الأنابيب إلها فائدتين.
معرفة إنه هل هذا ولد ولا هذه بنت، هاي فرضا على سبيل المثال بنت سليمة، هذا عن طريق الأنابيب، هذه كلها طريقة أنابيب. هاي من كل جنين نسحب خلية وبنصبغها بطريقة معينة مشان نعرف هذا الجنين هو ولد ولا هي بنت، وهل هذا جنين سليم ولا لا سمح الله جنين يعاني من مشاكل في الكروموسومات. لانه انت بالدقه مثلا بموضوع صحه بتوصل ل 98% بعد اراده الله، بالذات ان احنا كثير بنراعي انه دائما اي شيء بنشتغله بيكون معنا ويتنس عليه، يعني في المرحله اللي بنسحب فيها خليه من كل جنين بتكون في البيولوجيست اللي بتشتغل ومعاها شاهد على اللي بتعمله. في مرحله قراءه الاجنه اللي بيقرا ومعاه شاهد، في مرحله الارجاع كل خطوه بيشتغلها شخصين مع بعض. بس حكيتي لي حتى بموضوع الانابيب بتوصل يعني النتيجه 98%. لا لانه يتحدد الجنس 75%. لا هذه بالحقن والغربله 75%. مش باطفال الانابيب 98%، بس كلاهما مشروط انه يصير الحمل. يعني ممكن نعمل كل شيء وبالاخر رب العباد حمل. ما يصير حمل. طيب امتى الوقت المناسب لما بدهم يتم حقن او زراعه؟ دائما بنقول الاصغر افضل. يعني وحده متزوجه من عمرها 24 سنة، لما صار عمرها 30 سنة عندها 4 بنات، ما في داعي أن أضلني أستنى لتصير 39. هذا بالعمر، لكن أنا عم بحكي مثلا بوقت الإباضة، لما نربط بوقت عادة الإباضة. بنبدأ بمنشطات من اليوم الثاني من الدورة، يعني اليوم إجتها الدورة، من ثاني يوم بنبدأ بمنشطات ببرامج معينة، كل سيدة عن سيدة بيختلف البرنامج اللي بنستخدمه معاها، بيختلف نوع الأدوية اللي بنستخدمه معاها والطريقة المتبعة. بما يتلائم مع جسمها ومبايضها ووزنها وعمرها وأمور عديدة أخرى. عادة هذه المحاولة بتاخد معنا من أسبوعين لثلاثة. عياره صار الحمل يعامل معاملة الحمل الطبيعي، ما في أي قيود على حركتها، ما في أي قيود على شغلها، يعني ما بيكون حساس أكثر، حمل طبيعي، حمل طبيعي، ما في أي قيود على سفرها، هي بتقدر تيجي ونعمل المحاولة وتسافر بعد هيك، هذا ما بيأثر على نتيجتنا بالنجاح أو الفشل. هي كمحاولة كتير سهلة من ناحية فسيولوجية، شوي صعبة من ناحية نفسية، لأنه لو الإنسان عنده امتحان بيكون مشدود، فما بالك هو داخل ومتعني وجايين من برا أحيانا ومتكلف بالضبط، فيعني هي ضغط النفسي فيها عالي. لكن أنا كتير بميل لها لأنها بتوصلنا للهدف اللي إحنا بدنا إياه، وعيارها حملت تنسى الطريقة اللي حملنا فيها، يعني لو راحت تابعت عند طبيبتها وين ما كانت ساكنة وما ذكرت إني أنا عملت حقن مع غربلة أو ما ذكرت إني أنا عملت أطفال أنابيب تحديد جنس، ما حدا بقدر يعرف. احتمالية التوائم بتوصل 15-20% في بعض الأحيان، بسبب المنشطات ولا بسبب المنشطات. دائما الطب المساعد على الإنجاب بيرفع فرص التوائم. بتهيأ لي إنه واحد عنده 4 بنات كتير رح يكون حابب إنه الله يكرمه بولدين، ليش لا، يعني بالعكس بيكون إشي كتير كتير حلو. فالطب بتطور والعلم بتطور، والأصل إننا نستفيد من هذا التطور. نعم. هلأ بالنسبة للمنشطات لازم الواحد يأخذها مثلا إذا بيصير عندنا حمل عادي؟ هذا آخر سؤال. ما في إشي اسمه لازم، بس أفضل أكيد لما يكون عندي عدد بويضات أكثر فرصي في تحصيل الحمل أعلى. لكن من راعي إنه في ناس أحيانا يبعد عنا الشرط، بيكون في عندهم مشاكل أورام بالثدي أو أورام بالعائلة. ما بنحاول إننا نبعد عن المنشطات. في هاي الحالة بالآخر نرجع نذكر إنه بالآخر بدنا طفل سليم وصحي، وهي أجمل أمنية. شكرا لك دكتورة وفاء، يعطيك العافية.